مشاهدين ومتابعين قناة JS4We، رحب بكم في الدرس الثامن من الدورة المجانية لتعلم على برامج الـ RGS بثلاثة مراحل. شرح نظري عن مجموعة من الصناديق والأدوات الموجودة داخل الـ Arc Toolbox. في الدرس السابق تم شرح هذول الصناديق، أو في الدروس السابقة تم شرح مجموعة من الصناديق. وصلنا لعند مجموعة أدوات الخاصة بالمخططات. طبعا عندنا هذه الشروحات راح تكون شرح نظري وترجمة لوصف الأدوات، وجزء آخر سوف يتم شرحه بشكل عملي مفصل. نبدأ بالشرح من مجموعة الصناديق الخاصة بإنشاء وتحديث، ومجموعة أدوات لإنشاء وتحديث وتحويل المخططات. والمقصود بالمخططات يعني تمثيل مبسط للشبكات. بلزمنا تنزيل ملحق لبرامج ArcGIS خاص في التعامل مع المرفقات مع المخططات، مثل مخططات الاتصالات والمياه ومياه الصرف الصحي والكهرباء والغاز وغيرها من المخططات. فهذه الأدوات مختصة بها بهدول الشبكات أو المخططات. عندنا مجموعة صناديق أخرى خاصة بالسيرفر، يعني بالArcGIS سيرفر. طبعا هاي الأدوات الموجودة تقوم بإدارة خريطة ArcGIS سيرفر وتسهيل استخراج البيانات والطباعة من خرائط ArcGIS سيرفر. في عنا مجموعة أدوات التحليل المكاني، دول طبعا الأدوات كثيرة ومتعددة الاستخدام وراح يتم التركيز عليهم أكثر. راح نبدأ بأول مجموعة اللي هي الخاصة بالشرط أو بالشروط. طبعا في عنا ثلاث أدوات، في عنا الكون المقصود فيها فصل أجزاء من الراستر، يعني من خلال قيمة الخلية أو الخلايا يتم فصل جزء. طبعا عكس هاي الأداة اللي هي الست نال. وفي عنا أداة البيك، مثلا عندي راستر خاص استخدمته للملائمة المكانية، ظهر عنا ثلاث قيم 2 و3 و4 بهذا الشكل. انا راح اقص، مثلا بدي اخذ افضل مكان اللي هو رقم 4، اختار بالSQL اللي هو الفاليو يساوي رقم 4. طبعا احنا بنقدر انه نختار راستر ثاني ويتم الفصل منه، او بنقدر نختار نفس الراستر اللي وضعناه في الخيار الاول، بعدها بنعمل اوكي. ظهر عندنا فقط القيم الخلايا الماخذ رقم 4. نقدر نعيد الاداة من خلال نختار هاي الراستر ونختار الراستر رقم 4 مثلا بدون ما نعمل SQL، يعني شرط او انه نسأل، او اداة كوير استعلام الفاليو يساوي كذا او اكبر من وهكذا. النتيجة راح تكون نفس الراستر اللي طلع عنا قبل شوي. هذا توضيح سريع فقط لهاي الاداة. طبعا عكسها اللي هي الست نال، اذا اخترنا الفاليو يساوي 4 نفس الاداة قبل شوي راح يظهر عندنا 2 و3، القيمة رقم 2 والقيمة رقم 3 بهاي الطريقة. اما الأداة الثانية في الشرط، احنا مثلا نقدر انه عندنا مثلا عندنا هون راستر خاص في المسافات بين مواقع معينة او نقاط معينة، عملت لها المسافة الإقليمية او انه المسافة بين كل نقطة ونقطة بالنسبة لماسك معين أو غلاف معين. عندنا مثلا النقطة أو اللون الأحمر اللي هو أبعد إشي، نقدر من خلال هاي الأداة نختار مثلا هذا الراستر من هذا الراستر، راح يظهرنا أبعد قيمة موجودة عندنا هون. طبعا متعددي الاستخدامات هذول الأدوات، كل استخدام بيعتمد على الهدف اللي احنا بدنا اياه. في عندنا مجموعة الأدوات الكثافة،
طبعا الكثافة خاصة بالخطوط أو النقاط. في عنا كثافة للأداة الأولى بتزبط للبوليجون، أو عفوا بتزبط للبوليلاين أو البوينت. مثلا عنا هون طبقة أشجار، نقيس الكثافة وين في مناطق فيها كثافة في النقاط ومناطق الأبعد من خلال هاي الأداة. وأيضا الشوارع نفس الإشي بنقدر نضيفهم. هون ظهر عنا راستر بين لنا مناطق الكثافة، نقدر نعمل سيمبولوجي أخضر لأحمر، تدرج في تدرج في الألوان بهاي الطريقة. أيضا إذا وضعنا الأداة الثانية خاصة بالخطوط، مثلا هاي الرود، أيضا بيظهر لنا أماكن الكثافة للشوارع من نوع لاين. طبعا أدوات المسافة أو عفوا أدوات الكثافة، في عنا ثلاث أدوات، لكن الأداة الثانية والثالثة بتكون أدق بالنسبة للأداة الأولى. أما مجموعة أدوات أو أدوات المسافة لحساب المسافات بين الطبقات أو بين راستر أو بينهم الجهتين، نقدر إحنا نحسب كتير أمور بتخص تحليلات المسافة من خلال مجموعة الأدوات. كل أداة لها نوع معين وشرط معين وهدف معين. أما صندوق أدوات الاقتطاع، يعني إحنا نقدر نقتطع من راستر بأكثر من أسلوب أو أكثر من طريقة، من خلال دائرة أو ماسك أو أتريبيوت معين أو بوينت وهكذا. أيضا في عنا مجموعة أدوات خاصة في التنعيم أو التعميم، مثل أدوات التنعيم للفيكتور، برضو في عنا أدوات للتعميم الراستر. في عنا أيضا أدوات أو مجموعة أدوات خاصة في المياه أو خاصة بالتحليل المياه الجوفية، مجموعة أدوات خاصة في التحليل الهيدرولوجي مثل اتجاه السريان وأماكن التصريف وتجمع المياه وغيرها من هاي التحاليل الخاصة بالهيدرولوجي. عندنا أيضا مجموعة أدوات إدخال القيم الارتفاعات، نستخرج منهم راستر كامل القيم، وكل أداة لها هدف خاص مثل الـ IDW والسبلاين والخرائط الطبوغرافية، نحولها لراستر من خلال عدة طبقات. نقدر نضيف مثلا طبقة نقط مع طبقة غلاف. مثلا لو ضفنا بوليجون، نقدر نختار انه هذا عبارة عن الباوندري، وضفنا مثلا عدة نقاط لنفرض هاي نقاط ارتفاع مناسيب، نحكي له مثلا بوينت إليفيشن، بعدها بنختار التايب اللي فيه او الحقل اللي فيه الارتفاعات. طبعا ما هيك احنا بنحول خارطة طبوغرافية لراستر. عندنا مجموعة ادوات لدمج البيانات النقطية بناء على كل خلية من ملف راستر، ليتم معالجة الخلايا او جميع الخلايا حسب الهدف اللي هي موجودة عندنا هون. ايضا في عندنا اداة لحساب الراستر، يعني احنا بنقدر مثلا نجمع القيم، طبعا الحساب بيكون على القيم الراستر. انه هون راستر، مثلا بنقدر نعمل جمع مع راستر اخر، هاي الاوتبوت خليه ديفولت، نعمل اوكي، راح يجمع القيم الموجودة عندنا في الراستر، موجود عندنا هون والراستر اللي هون. ظهر عندنا راستر جديد. ايضا في عنا مجموعة ادوات خاصة في المعادلات الرياضية والحسابات الرياضية، طبعا بتم فيها حساب جميع القيم على الراستر. مثلا احنا نقدر في عنا نقدر مثلا الراستر موجود عنا نعمل له تربيع،
عنا القيم 2 3 4، صارت 4 9 16. النتيجة زي ما هي، لكن القيم ارتفعت. نكتفي بهذا القدر من شرح الصناديق والأدوات. طبعا الشرح كان كله بس كمقدمة وترجمة لوصف الأدوات والصناديق، ونكمل في الدروس اللاحقة. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حاب يتعلم على RGS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه، وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.